عندك صوني في التليفون بتاعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا رحيم المساكين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس دونك شيء وأنت الطائر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم إن هذا الوباء جند من جنودك تصيب به من تشاء. اللهم ارفعه عنا يا رب العالمين. اللهم إن بيدك الأمر تقول للشيء كن فيكون. اللهم ارفعه عنا واجعل عاقبته حسنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم أدخلنا الجنان ونجنا من النيران. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك قلت وقولك الحق فادعوني أستجب لكم. ها نحن ندعوك يا رب العالمين. اللهم استجب لنا. اللهم لا ترد أيدينا صفرا. اللهم استجب لنا. اللهم إنا ضيافك طرقنا بابك ضربت جوارك. اللهم لا تردنا على أعقابنا. اللهم إنا نحبك وتعلم أننا نحبك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أننا نحبك. والحبيب لا يعذب حبيبا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تبارك الله عليك ولدي، ما شاء الله عليك، ما سخيناش بكلام الله، بغيتك تقرا لنا شي حاجه اخرى الى ممكن. تبارك الله عليك ولدي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين صدق الله العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما شاء الله تبارك الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. شكون فينا اللي ما كيسمع كلام الله سبحانه وتعالى وما يبكيش وما يخشعش ليه قلبه؟ تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظه والله يحفظ من رباه. احنا اليوم في ليلة النصف من رمضان، استمتعنا وإياكم بهذه القراءات المباركات لهذا الشاب العمر ديالو 17 سنة، ما شاء الله من حفظة القرآن، نور على نور. الله سبحانه وتعالى كينور حفظة القرآن، كتشوفهم كتريح ليهم، لأن كلام الله سبحانه وتعالى كيريح القلوب، كيفاجئها عليك، كيسافر بك، كيسافر بك لواحد الدنيا أخرى، كينسيك الهموم. احنا اليوم تشرفنا أننا تلاقينا مع هذا الشاب اللي هو من حفظة القرآن، حافظ 60 حزب،
ما شاء الله كيدرس هذا العام، عنده السنة الأولى بكالوريا، مخرج 5 ديال السلكات ياك ولدي، 5 ديال السلكات، حفظ القرآن تبارك الله ملي كان العمر ديالو 15 سنة، الله يحفظه والله. هادو هما اللي كنقولوا الله يرحم من رباه، هادو هما اللي كيقول لك لا ولدتي راك ما متيش، نهار تتموت كتلقى هذه هي الصدقة الجارية اللي كنخليوها. علموا ولادكم القرآن، علموا ولادكم يتقربوا من الله سبحانه وتعالى. أكيد كلنا استمتعنا بهذ القراءة الجميلة لهذا الشاب الجميل اللي ما شاء الله الحياء بين لي على وجهه، لأن أي واحد حافظ الكتاب الله إلا وأنك تكون في قلبه الحياء وكيكون فيه ما يقدرش يزفك عينيه، ما يقدرش يعصى الله سبحانه وتعالى، لأن اللي كيخاف الله عمرك ما تخاف منه، اللي كيخاف الله عمرك ما تآديه، خاف من ذاك الإنسان اللي ما تيخافش الله، اللي القلوب ديالهم كتولي حجر، القرآن إلا سمعوا الصخر غيدوز منه الماء، فما بالكم بالإنسان. أكيد كلنا بكينا، أكيد كلنا استمتعنا، خليكم معنا نتعرفوا أكثر على هذا الشاب ما شاء الله عليه. السلام عليكم. السلام ما شاء الله. غادي نديروا معك واحد الحوار، واحد الدردشة الآن بالميكرو ديال شوف تي في، نتعرفوا عليك عن قرب، نتعرفوا عليك أكثر. شو الاسم ديالك ولدي؟ الاسم ديالي سيف الدين الزين. سيف الدين الزين، تبارك الله وصل على النبي، اسم على مسمى، انت سيف من سيوف الله وتبارك الله عليك زين. دابا سعيد، اذا نبداو من الاول ولدي، الاسم ديالك، السن، المستوى الدراسي. الاسم ديالي سيف الدين الزين، السن ديالي 17 سنه، المستوى الدراسي اولى بكالوريا. تبارك الله وصل على النبي على ولدي سيف الدين، صراحة ما كاينش فينا اللي ما غيتمناش وليداته يكونوا بحال سيف الدين وحافظين لكلام الله، وفي نفس الوقت كيقرا وفي نفس الوقت راه كيبريكولي كيخدم. سيف الدين، كيفاش تحفظتي القرآن وشكون اللي حببك في القرآن وشحال من عام وانت كتحفظ باش قدرتي تحفظ 60 حزب؟ الحمد لله الحب ديال القرآن يعني تربى فيا وانا صغير، يعني فاش كنت صغير كنت كنمشي للمسجد وكيعجبني هذاك الامام اللي كيكون كيقرا، وتحبب ليا وقلت في النفس ديالي اننا غنولي بحال هذا، انا غنحفظ القران، اهل القران اهل الله وخاصته. فبديت الحفظ، بديت الحفظ في احد المساجد المجاوره لنا، شويه مشيت لواحد المدرسه ديال العلم العتيق يعني في بسكوره، فحفظت فيها ثم السلكه الاولى. فملي جيت للدار فاش ساليت هذاك العام انتقلت للدراسه العموميه، فبديت كنقرا مع الدراسه العموميه، ومع التزامن مع ذلك الشيء يعني بديت كنحفظ القران. واخا ولدي السلكه الاولى شحال كان عندك من عام؟ بعدا شرح للناس، كاين بزاف الناس ما كيعرفوش شنو هي السلكه. السلكه هي تحفظ القران من سوره البقره من الف من الحمد لله رب العالمين الى الناس، هذه هي السلكه الاولى. فاش عاوتاني كتعاود القران المره الثانيه في المراجعه، لان الحفظ كيكون المره الاولى، اما الثانيه فهي المراجعه. فاش كتحفظ فاش كتراجع القران فهذه السلكه ثانيه، ثم كذلك دواليك حتى تتمكن منه، ومع ذلك فهو يغلبنا بعض المرات. تبارك الله وصل على النبي عليك ولدي، خمسه السلكات راه ماشي ساهلين، راه كاين اللي الصور القصار وحل فيهم، الله يرحمنا والله يهدينا. شحال كان عندك من عام كما قلنا اول مره خرجي اول سلكه؟ اول مره خرجت اول سلكه كانت عندي 13 عام، 13 عام خرجت اول سلكه. تبارك الله وصل على النبي، تبارك الله. هذا الشيء عاونك شويه في الدراسه ملي كتكون حافظ لكلام الله؟ ضروري. شنو الفرق؟ سبحان الله، حتى في الحفظ في الدروس العاديه كيكون عندك واحد النشاط ودغيا كتحفظ، لان القران باش كتربى مع القران، لان القران هو كلام الله، لان تحفظ القران اي حاجه من مرة كلام الله كتجي سهله. اي حاجه مثلا كنطل عن الحفاظه ديالي اولى هذه، كنلقى راسي قريتها مره اثنين مره يعني كنحفظها صافي، كتولي لي في البال ديالي، مكيبقاش هذيك الصعوبة انك خاصك تعاود تراجعها مرة أخرى، صافي كترسخ لك في الذهن ديالك. تبارك الله وصل على النبي على ولدي، متفوق في الدراسة بطبيعة الحال، كتجيب النقط الأولى في الدراسة، وهذا الحمد لله الفضل لكلام الله ولوالديك. شحال كتجيب في الدراسة سيفتي؟ شد العام 16. تبارك الله وصل على النبي، في الجهاوي؟ لا باقي الله غندوز للجهاوي. باقي الله غدوز للجهاوي، شنو داير شنو التخصص اللي شنو داير؟ ان شاء الله غندير اسفيتي، ان شاء الله ندير اسفيتي ان شاء الله، وما نكمل قرايتي ان شاء الله. انا اصلا الطموح ديالي اني بغا نكمل قرايتي في المدارس العتيقه،
يعني بغا ندير تخصصات دراسة إسلامية إن شاء الله. إن شاء الله نتاحت الفرصة إن شاء الله. يعني أنت بغيتي تكمل وفي الأخر تمشي في هذا التخصص اللي تمنيتي وأنت صغير؟ نعم. كتصلي بالناس؟ عمرك صليتي بالناس؟ نعم، كنت كنصلي بالناس في الحي العراقي في هذا المصلى، كنصلي بهم رمضان الحمد لله، والآن كنصلي في أهل البيت ديالي في الدار وبعض الجيران في البيوت ديالهم، فاش كنستعمل هذا الميكرو مكبر الصوت فالناس كيسمعوا القرآن فكيتبعوني كيتبعوا معايا الصلاة. تبارك الله عليك ولدي، تبارك الله عليك. الفرق ما بين الانسان اللي قاري كلام الله وحافظه وما بين الانسان العادي، كيفاش كيكون القلب؟ اول حاجه كلام الله سبحانه وتعالى كله شفاء، لان الانسان الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات، لان الله سبحانه وتعالى كيفرق بين الناس، لان الذين اصطفينا من عبادنا، لانه ماشي اي واحد غيكون حافظ لكتاب الله، لان كلام الله سبحانه وتعالى نخدم مثلا غير شي شركه، يعني ماشي اي واحد غيولي باترون على واحد الشركه من والو، الله سبحانه يعني كيعزلو. كذلك الله سبحانه وتعالى اصطفى من عباده الذين اورثنا الكتاب من عبادنا، يعني الله سبحانه وتعالى ما كيعطي الكلام ديالو الا شي واحد لقى فيه الخير عارفه فيه الخير، فهذا اللي حامل كتاب الله فكيكون في الصدر ديالو الايمان. علاش؟ لانه حامل كتاب الله، لانه كيدبر هاد الايات، لان بعض المرات كتوقع لي انا بنفسي مثلا بعض المرات كنكون راسي، ف يعني بالغريزه انه كنبدا نقرا القران راسي بلا ما نجبد القران الاول، وكنبقى نقرا القران في خاطرك، كنكون مثلا غادي في الطوبيس او غادي في شي بلاصه تبادر لي في الذهن ديالي واحد الصوره كتعجبني كنبدا نقراها، كتجيك واحد الايه في سميش بعكس. وهذا اللي حامل كتاب الله سبحان الله كيكون عنده حد اقبال على الناس، كيكون محبوب عند الناس، وكيكون كيكون كلشي كيحشر، بعكس هذاك اللي ما حافظ القران، يعني واخا هو ما حافظ القران هو كيحشرمو الناس، ولكن ماشي بالقدر اللي حامل كتاب الله، يعني كتكون عنده واحد الهيبه، كيكون عنده هيبه من عند الله سبحانه وتعالى. اكيد الشاب اللي حافظ القران اكيد كيبعد على المعاصي. احنا كلنا بشر، كلنا نخطئ ونصيب وكنستغفر الله سبحانه وتعالى، ولكن دائما ملي كتكون عندك واحد الحاجه اللي كترجعك اللي هي كلام الله اللي هي الاصل اللي هي التربيه، نعم اكيد انت كتبعد على المعاصي، على المخدرات، على الحوايج اللي ولينا كنشوفوا دابا في الشارع المغربي وعند الشباب الله يهديهم. نعم. شنو شي حوايج بعض المرات كيتبادروا لك الدين ديالك كتقول الشيطان كيغرك كما كنقولوا، ولكن كلام الله هو اللي كيردعك؟ بعض المرات كنكون في يعني في بعض المجالس مع الدراري كونوا باكين، فواحد كيكون يعني مدمن، الله يعافينا ويعافيه، كيكون مدمن فهو كيزور معاه هذاك الدري اللي حداه، فالشيطان كيقول لك واسير معاه يعني ما فيها والو، هذا ساعه وغدوز، ولكن الله سبحانه وتعالى ترزعك ديك الايه